بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. عليك أزكى السلام والنور يا آل العبد الشكور، وسبحان اللي باري الروح، سلام الله عليك يا نوح. ونوح بينادي كل نهار وينصحهم بالاستغفار، وكانوا للصنم ساجدين، كانوا للصنم ساجدين. عليك أزكى السلام والنور يا آيال العبد الشكور، وسبحان اللي باري الروح، سلام الله عليك يا نوح. أو نصرى دي ناس صالحين، محولهمش للأصنام غير الضالين. سواع ويعوق أو نصرى دي ناس صالحين، محولهمش للأصنام غير الضالين. عليك أزكى السلام والنور يا آيال العبد الشكور، وسبحان اللي باري الروح، سلام الله عليك يا نوح. سنين بتفوت ونوح راح يبني في سفينته، ويدعي للهدى والنور، فضل يدعي لرب وفاضي الماء من التنور. سفينة شايلة كل زوجين على عالم جديد رايحين، بعلم ودين، وكان المرسى عالجودي، ونوح قال للحياة عودي، وآخر كلمة حنقولها قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أزكى السلام والنور يا آيال العبد الشكور، وسبحان اللي باري الروح، سلام الله عليك يا نوح. عليك أزكى السلام والنور يا آيال العبد الشكور، وسبحان اللي باري الروح، سلام الله عليك يا نوح. عليك أزكى السلام والنور يا آيال العبد الشكور، وسبحان اللي باري الروح، سلام الله عليك يا نوح. الحمد لله، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى على العالمين، سيدنا محمد بن عبد الله. ومرت السنون، السنة تلو الأخرى، وهكذا ظل الناس قروناً بعيدة
يوحدون الله الواحد الأحد ولا يشركون به شيئا، إلى أن تدخل الشيطان كعادته ليفرق بين الناس بالشرك بعد أن كانوا أمة واحدة. يسوع، كيف أحافظ على صلاتي ونسكي دون تكاسل أو ملل؟ ضع النار أمام عينيك واتق الله حيثما كنت. أنت رجل صالح تنشر دعوة التوحيد في الأرض وتعلم الناس أمور دينهم. علينا أن نبلغ رسالات ربنا وأن ننشر الحق والسلام في الأرض. اللهم إني أعوذ بك من الشرك والكفر. اللهم قربنا إليك يا رب العالمين. اللهم ثبت قلوب عبادك على توحيدك يا رب العالمين. وهكذا ظل الناس قرونا بعيدة يوحدون الله الواحد الأحد ولا يشركون به شيئا. لا تقلق يا أخي نسر، أنت بخير. أنا على أبواب قبري يا ود، سأقابل ربي موحدا لم أشرك به شيئا. لقد أديت ما علي من تعليم الناس عقيدة التوحيد. أطال الله عمرك يا ود. أريد أن أطلب منك شيئا قبل موتي. ماذا يا شيخنا نسر؟ لا تدع للشيطان مكانا في قلوب وعقول الناس. علمهم أن التوحيد هو الرسالة العظمى التي جاء بها نبي الله آدم. سأفعل إن شاء الله. ما أجمل أن تعيش مؤمنا وأن تلقى الله مؤمنا يا ود. اللهم ارزقنا وإياك حسن الخاتمة. أعلم أن الناس يحبونك أيحبون سواعا ويغوث ويعوق، ويحبونك أيضا يا نصر. فإذا متنا فاحذر أن يدخل الشيطان إلى قلوبهم ليحرضهم على الشرك والمعصية. رحمك الله يا نسر، عشت داعيا إلى الله ومت ناصحا لنا في سبيل الله. ومات نسر.
ومرت السنون، السنة تلو الأخرى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم ثبت قلبي على دينك، يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد. اللهم ثبت قلوب عبادك على توحيدك يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم نجنا من الشيطان ومكره وخداعه. آمين يا رب العالمين. وما تود وسواع ويعوق ويغوث. ومرت السنون، السنة تلو الأخرى. وما تود وسواع ويعوق ويغوث. ومات نسر، وبعدها افتقدهم الناس، فدخل إليهم الشيطان بمكره. أين أولياء الله الصالحين؟ أين ود؟ أين سواع؟ أين يغوث ويعوق ونسر؟ هل نحن مقصرون في حقهم؟ لماذا لا ترسمون لهم صوراً؟ أو تقيمون لهم تماثيل؟ تذكركم بهؤلاء الرجال الصالحين. نصورهم؟ نعم، أليسوا شيوخكم؟ نعم، هم أولياء الله الصالحين. قوموا فاعملوا لهم التماثيل وخلدوا ذكراهم. لماذا لا ترسمون لهم صوراً؟ أو تقيمون لهم تماثيل؟ تذكركم بهؤلاء الرجال الصالحين. نعم، أليسوا شيوخكم؟ وهذا عمل يرضي الله. قوموا فاعملوا لهم التماثيل وخلدوا ذكراهم. وهكذا نجح الشيطان في إدخال الشرك إلى الأرض. لماذا لا ترسمون لهم صوراً؟ أو تقيمون لهم تماثيل؟ تذكركم بهؤلاء الرجال الصالحين. أليسوا شيوخكم؟ وهذا عمل يرضي الله. قوموا فاعملوا لهم التماثيل وخلدوا ذكراهم. وهكذا نجح الشيطان في إدخال الشرك إلى الأرض. وظل الناس يصورونهم ويقيمون لهم التماثيل حتى مر عليهم الزمان، فأصبحوا هكذا يعبدونهم من دون الله.
سأذبح لك الذبائح وأهب لك العطاء، ولكن اشف لي ولدي يا ود. أتوسل إليك يا ود، اشف لي ولدي. يا ود، أنت أول معبود في الأرض، اشف لي ولدي يا ود. يا إلهنا، أدعوك أن تزوجني بمن أحبها. وبالفعل كان ود أول من عبد من دون الله في الأرض. لقد انقسم أبناء آدم وذريته إلى بطنين، بطن يسكن السهل وبطن يسكن الجبل. كان سكان السهل هم بنو قابيل، وقد انتقل أهل السهل إلى أهل الجبل، ومعهم الشيطان الذي أفسد البشرية بعد ذلك. فقد أوصى آدم عليه السلام ألا يتزوج بنو شيث من بني قابيل، حزنا منه على ابنه هابيل. أما سكان الجبل فهم بنو شيث ابن آدم وإخوته، وهكذا كانت الأرض في انتظار أول رسول يخلصهم من الشرك والكفر وعبادة الأوثان.